هذا اليوم وقبل لحظات من هذه اللحظة توقيع عقد مهم لمشروع مهم بالنسبة للعراقيين ويعتبر من المشاريع الاستراتيجية الكبرى. واليوم الميناء كما قيل لكم يستوعب من 22 إلى 23 مليون حاوية سنويا، وهو ثالث ميناء في العالم بعد ميناء شنغهاي وميناء سنغافورة. هذا الميناء اعتبر ميناء عملاق، سيحقق إنجازات كبيرة اقتصادية، سيحقق فرص عمل كبيرة للأخوان العراقيين بشكل عام ولأهل البصرة، هاي أهل البصرة الكريمة المعطاءة بشكل خاص. كانت الدراسات تتحدث عن منذ عام 1986 ولحد الآن، وبعض التصاميم تم اكتمالها في عام 1986، وكما يعلم الجميع كانت نتيجة الحروب ثم حرب الكويت ثم الحصار الاقتصادي ثم السقوط أخر هذا المشروع. وبعد السقوط كنا نسمع عن ميناء الفاو والحديث عن ميناء الفاو والتسميات الكبيرة، منهم من قال ميناء البصرة ومنهم من قال ميناء العراق، وأخير شيء استقر الرأي أن يكون ميناء الفاو الكبير. كان المشروع الاختيار الأول مقابل ميناء مبارك، يعني بالضبط يعني مقابل ميناء مبارك. نحن ذلك الوقت لم يكن لدينا معلومات عن ميناء مبارك، تحدثنا مع الأخوان المصريين قلنا لهم هذا الميناء أمنا أن يتحرك باتجاه الشرق، يصير قريب من رأس البيشة وقريب من مدينة الفاو، وأكدنا نحن نريد ميناء عراقي بممر مائي عراقي